أما هلأ نور فصار الوقت لحتى نروح لمحطتنا أيضا الطبية، ولكن خلينا نقول شوي الطبية التجميلية يمكن اللي كل السيدات والصبايا بينتظروها، ولا هي الفقرة بالذات يمكن شباب وبنات بيعانوا أو من هذا الموضوع اللي هو حب الشباب. صحيح. واللي بيظهر بفترات خلينا نقول منذ بلوغ الشباب والبنات لعمر ممكن يكون عمر طويل، وهون بتبلش بقى النصائح والتجارب وكيف ممكن اتعامل مع هذا الموضوع وكيف ممكن نتخلص من هذا المظهر الغير جميل أبدا. أكيد سلمى، حب الشباب مشكلة شائعة بشكل كتير كبير عند الصبايا والشباب خصوصا بمرحلة المراهقة، لكن أثارها بتتم مستمرة بعد مرحلة الشباب لأنه بتكون طريقة العلاج يمكن مو صحيحة، ما تم استشارة طبيب. كتير مهم اليوم نستشير طبيب من بداية المشكلة لأنه طرق العلاج تختلف مع اختلاف الحالة، وطريقة العلاج أكيد بتختلف. كل هالقصص رح نحكي عنها مع الدكتورة هالة الحوش طبيبة جلدية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم سلمى ونور، وصباح الخير لكل عم بيشوفونا اليوم. يسعد صباحك يسعد دكتورة صباحكم. خلينا نبلش مع حضرتك، يمكن في كتير شباب وصبايا بنفس العمر بس ناس بيكون عندها حب شباب وناس لا، فدائما بيسألوا مين المؤهل أكثر أنه يظهر عنده حب شباب من غيره؟ هلا بداية مثل ما حكينا حب الشباب أو اسمه العلمي العد الشائع هو أكثر الأمراض الجلدية، يعني أشعة أو أكثرها اللي بيصيب تقريبا 70-80% من الذكور والإناث بتقريبا بعمر البلوغ أو أحيانا قبل بسنة سنتين، وبيستمر أحيانا لأعمار فوق 25. هو مرض كتير شائع، هو ما بقى بصير مشكلة فقط مرضية، كمان مشكلته جمالية والردود النفسية صحيح. يلي بيتركها. هلا آليته المرضية لنحكي عنه هيك بداية هيك شوي، انه نحن لما بصير فترة البلوغ او قبلها بسنة بصير عندنا ارتفاع كتير كبير بالهرمونات اللي هي بسميها نحن الاندروجينات. هي الهرمونات بتحرض هالغدد الدهنية او الزهمية الموجودة بالجلد انه تفرز اكثر مادة سيبم او الزهم او الدهون اكثر من الشكل الطبيعي او اكثر من الحاله الطبيعيه، فبصير بينفرز كثير نحن عندنا دهن. بيتهموا فيه كمان نوع من انواع البكتيريا اللي موجوده على الجلد اسمها البروبيونيا العديه. الاليه الثالثه انه بصير نحن عندنا فرط تقرن غير طبيعي او تجمع للكيراتين اللي بسد هالبصله او جريب الشعره وبيمنع انه الدهون اللي تطلع لسطح الجلد ويتخلص منها بشكل طبيعي. ولما بتركب نحن عندنا فرط الدهون مع البكتيريا مع فرط التقرن بصير نحن عندنا هالالتهاب او الاليه الالتهابيه، وبيبلش بقى هالشاب او البنت بيصيروا بقى بيحسوا انه نحن هلا بلش يطلع لنا اما زيوانات او نحن بسموهم هيك الاسم الشائع الروس السوداء او البيضاء اللي هي الزؤانات المغلقه والمفتوحه. احيانا بيكون في منه اشكال حطاطات يعني هيك حبات صغيره حمر، في اشكال منه بصير بسرات او نحن خلينا هيك مبسط مفهومه اللي هي عباره عن حبه صغيره حمراء وبراسها نقطه بيضاء اللي هي القيح. احيانا في حالات بتصير اشد بصير بياخذ شكل كيسات او عقيدات يعني بصيروا بحسوا مثل كتل تحت الجلد مؤلمه صلبه حمراء بتنزل قيح، احيانا بصير معه شويه ندبات. يعني هلا الاشكال السريريه بتختلف بين شخص واخر، مو كل الناس بيطلع عندهم كل الاشكال. يعني بيلعب فيه كمان دور الوراثة، يعني لما أو العوامل العائلية أو الوراثية، يعني لما بيكون بالعيلة الأب أو الأم أو يعني الأقرباء مثلا عندهم كتير كان حالات حب شباب، فبتلاقي أنه الأولاد هنا صاروا مؤهبين أكتر. في عوامل هرمونية كمان بتلعب دور، أحيانا الحمل، موانع الحمل، الأدوية، الكيسات اللي على المبيض، يعني في أكتر من عامل أكتر من سبب لا ظهور حب الشباب. مشان هيك في ناس بصير عندهم في ناس ما بصير عندهم. دايما بنرجع بنحكي البشره الدهنيه اكثر، العوامل الوراثيه، هن العوامل الهرمونيه هي اللي بتحرض ظهوره. وركزتي على نقطه كثير مهمه هي العوامل الهرمونيه، لانه نحن بنعرف مرحله المراهقه بصير في ذروه الهرمونات عند الصبيه او الشاب، بس نحن بنشوف حالات اذا بدنا نفصلها شوي للناس حالات كثير قاسيه يعني طبعا. تختلف عن الحالات الاخرى. هون نقول الخلل الهرموني بيتم معالجته من البدايه، يعني لما نقول الحاله في مثلا
حسب مثل ما قلتي في حالات وراثيه، في حالات بيلعب فيها الهرمون عامل كثير كبير، بس دائما يمكن التشخيص هو من البدايه بيلعب دور بطريقه العلاج، قديش فيني انا طبعاً. مرحله العلاج اختصره وقديش بنعكس على نفسيه خصوصا المراهقين. الخلل الهرموني لازم يتم علاجه ولا لا؟ هون الذروه حسب الحاله بتختلف. هلا نحن اذا ما في خلينا نقول مشكله هرمونيه واضحه او ارتفاع مانو طبيعي للهرمونات او مشاكل كانت وراء ظهور هيدا الحب، هو هذا حب الشباب العادي الطبيعي. يعني الطبيعي اللي بيطلع عند اي حدا عند يعني هو سببه الهرمونات اللي هي اوريدي بتنفرز وقت البلوغ. صحيح. فنحن سريريا نحن بنصنفه حسب حالته، الحالات الخفيفه الى علاج، الحالات المتوسطه الى علاج، والحالات الشديده الى علاج. هلا الطبيب هو بيشوف بيرتقي انه كل حاله ندرسها بلش حاله. هلا لما بيكون الحب الشباب البسيط يعني بيكون شويه زيوانات او شويه حطاطات حمر عددهم كثير قليل، كمان الانتشاري بيلعب دور. هلا هو حب الشباب بصيب الوجه، الصدر، الرقبه، الظهر، الجذع، يعني هي المناطق اللي بيكون فيها الغدد الدهنيه تركيزها كثير عالي. هلا كل ما كان منتشر اكثر فالتصنيف بصير مثلا انه الحاله انتقلت من الخفيفه للشديده. كل ما كانت الآفات الموجودة بالوش مثلا حطاطية أكثر، بسرات يعني صار فيها قيح أكثر، التندب ممكن مثلا في ناس جلدها بيندب أكثر من ناس، أو نحن لما نبلش نحس إنه أو هالشب أو هالبنت مثلا عم يلعبوا فيها أكثر، عم يعصروها، عم بيغيروا شوي من شكلها السريري، هدول الناس كمان معرضين أكثر إنه تصيبهم ندبات. فنحن حسب كل حالة بنبلش نحن بالعلاجات، نبدأ نحن بالعلاجات بالبداية العلاجات الخفيفة الموضعية، بعدين ننتقل اذا المريض ما استفاد للعلاجات الفمويه. هلا كمان فينا نحكي عنهم بانواعهم واشكالهم، ويعني واحيانا بنشارك بين التنتين. صحيح. يعني ما بيكون كافي العلاج الموضعي فبنضطر نشارك بين الحالتين. يعني طيب كثير خلينا نقول الصبايا بيبلشوا يدوروا على وصفات على الانترنت وبيقروا وبيجيبوا كريمات احيانا عشوائية. ما بتكون كريمات طبيه عشوائية. لكن انه هذا الكريم رح يروح اثر حب الشباب، هذا الكريم بيروح الحب تماما بينشفه، قد ايه هي ممكن يكون لها تاثير سلبي بعدين ويمكن بتفاقم الحاله ما بتفيدها. نحن للاسف انه هي العلاجات العشوائيه يلي المريض لحاله مثلا ممكن ينزل على الصيدليه ويجيب ادويه يستخدمها لحاله، احيانا هي بتسيء للحاله وبتعمل له مشاكل واختلاطات على المدى البعيد. يعني ممكن نفسه الدواء اللي هو اللي عم يستخدمه للعلاج نفسه يسبب له فرط تصبغ، نقص تصبغ، يأهب لندبات اكثر. في مرضى بيكون عندهم حب شباب بينزلوا بيشتروا مثلا كريمات كورتيزون بيحطوها على وشهم ممكن تفاقم لهم الحاله اكثر. في ناس مثلا دغري بتنزل تشتري بتقول لك انه انا عم باخذ ريتان، بس هي بكون عندها مثلا هو الدواء الاشع اللي هو الايزوتريتينوئين يعني بس اسمه التجاري عندنا هون بالبلد ريتان، مثلا بتكون عندها شويه مسامات مفتوحه مع بشره شوي دهنيه وكم زيوانه وكم حبه، بتلاقيها هي بلشت لحالها بلا تحاليل بلا متابعه طبيه. فنحن للاسف هي العلاجات العشوائيه بتزيد المشكله وبتفاقمها. يعني المفروض انه اي شاب او بنت هلا بفتره البلوغ بلش يظهر عنده حب شباب، لا دغري يبلش مع طبيبه. احيانا ممكن خلال شهرين ثلاثه يكون خالص من المشكله، في حالات لا بنضطر ضل عم يتعالج منها المريض سنين. الحالات اللي بتترك مثلا ندبات او فرط تصبغ او عقابيل على المدى البعيد هون ما بقى بكفي العلاجات الموضعيه، هون بتضطري مثلا لجلسات ليزر، لحقونات ثانيه، لميزوثيرابي، لبي ار بي مثلا، لكثير اشياء تتساوى لحتى تتحسن كثير الحاله. طيب خلينا نحكي، قلتي خلال حديثك ممكن تتشارك الحالة، يعني يتم علاج عن طريق مثل ما قلنا هرموني ودوائي ممكن يكون، ومثل ما قلتي الشائع نحن عندنا بالبلد الريتان هو الاسم التجاري للدواء لمعالجة حب الشباب، أي مثل الواحد بيتجه لإله؟ لأنه مثل ما قلتي يمكن كثير من الصبايا والشباب بيروحوا بياخذوه بدون استشارة الطبيب. مزبوط. هون لازم يكون في تحاليل وبنعرف نحن في مدة زمنية لاستخدام هذا الدواء. طبعا هلا بدايه خلينا نحكي مثلا على الحالات الخفيفه. هلا لما بيجينا المريض بحالات خفيفه نحن بنفضل مثلا انه هو يستخدم مركبات مثل انتيبيوتيك او مضادات حيويه موضعيه، اسماء العلميه كثير، عندك الكليندامايسين، الاريتروميسين، فينا نستخدم البنزويل بيروكسايد، كلها هي انتيبيوتيكات موضعيه بتخفف كثير من الاليه الالتهابيه، بتخفف كثير من البكتيريا الموجوده، بلاقي المريض عليها تحسن
بشكل كتير كبير. في غسولات فينه كمان مريض الصباح يستخدم غسولات فيها كمان تقشير خفيف مثل ساليسيليك أسيد بتخفف له شوي من هالإفرازات الدهنية. في غسولات فيها بنزويل بيروكسايد، كلها هي كتير بلاقي عليها كتير تحسن واستجابة كتير سريعة للعلاج. أحيانا نحن بنحط مقشرات مثل الريتينويدات الموضعية أو ريتين أي مثلا، بنخليه يحط هو هالمعقم أو خلينا نقول الأنتيبيوتيك الموضعي الصبح والريتينويد أو المقشر المساء. احيانا في تركيبات دوائيه بيكون في مشاركه بين الريتينويدات وبين الانتيبيوتيك مشان ما وانواع الانتيبيوتيك كمان احنا بنغير فيها مشان ما يصير عندنا احنا مقاومه هالجراثيم هي او يصير عندنا مقاومه على هي الصادات. للحالات الاشد شوي بناخذ فينا مثلا انتيبيوتيك فموي من زمره التتراسايكلينات المينوكسايكلين، في كثير يعني منتجات موجودة بياخدها المريض كمان لكورس فترة زمنية معينة، هي بتثبط له الآلية الالتهابية الموجودة إضافة للعلاجات الموضعية، الحماية من الشمس، استخدام واقيات الشمس كمان لأنه كل هاي الأدوية ممكن تعمل له شوية حساسية ضيائية، فضروري كتير تجنب الشمس. حتى الشمس هي بحد ذاتها بتفاقم حب الشباب. هلأ الحالات الأشد يعني لما يكون نحن عندنا حب الشباب العقيدي الكيسي، حب الشباب اللي ما استجاب على الأنتيبيوتيك الفموي أو حتى على العلاجات الموضعية، الناس اللي جلدتهم قابلة لأنه تعمل تندبات، هدول نحن بقى فينا نوصف لهم الريتان أو الإيزوتريتينوئين اسمه العلمي، هو مشتق من فيتامين آ. هو دواء كتير فعال إذا استخدم للحالات يعني إذا كان له استطباب أو الحالة الصح. تأثيراته الجانبية كتيرة، فالطبيب دايما بده يكون عم يعمل موازنة أنه هذا المريض بقدر اكتب له هذا الدواء، حالته بتتطلب أنه يتحمل هالتأثيرات الجانبية. هلأ تأثيراته الجانبية الأشياء للريتان هي الجفاف، جفاف الجلد والمخاطيات، تلاقي المريض أنه بلش يشتكي أنه شفافه بلشوا ينشفوا، التهاب بالشفاف، التهاب بصير بحواف الأجفان لأنه بصير في كتير عندنا نحن نشاف حتى بالعيون، جفاف بمخاطية الأنف، فتلاقي المرضى مثلا أحيانا بيشتكوا من الرعاف بعد استخدامه، الشعر تساقط شعر، حتى الشعرة بتصير هشة ورقيقة. هلا جفاف الجلد بشكل عام بكل الجسم. احيانا هلا بننتقل للتاثيرات الثانيه الجهازيه، ممكن انه يرفع خمائر الكبد، عشان هيك نحن دائما نطلب تحاليل قبل ما المريض يبلش فيه، ممكن يعمل ارتفاع بالشحوم والكوليسترول، ممكن يعمل ارتفاع بسكر الدم كمان، مرضى السكري اذا بدهم ياخذوا الريتان بتكون ارقام السكر مضبوطه لانه هو كمان ممكن يرفع السكر، ممكن انه كمان يغير لنا من تعداد الصفيحات، ممكن انه ينقص عدد الكريات الحمر والبيض، كمان احنا بنطلب تعداد عام وصيغه قبل صحيح. ما نعطي للمريض. النقطه اللي كثير بننوه عليها وبناكد عليها، كل مريضه بدها تستخدم الريتان مفروض ما يكون عندها حمل قبل بشهر من استخدامه، تتاكد يعني تعمل مرتين اختبار الحمل وخلال فتره استخدامه وشهر بعد ما توقفه، لانه هو بيتخزن بالنسيج الشحمي وبيعمل اكتئاب كمان نوعا ما، طبعا له تاثيرات نفسيه قلق اكتئاب، له تاثيرات حتى على الجمله العصبيه، له تاثيرات جهازيه. صح، قديش استخدامه يعني فتره زمنيه؟ هلا وصلتي يعني المريض بده 4 شهور. طبعا كل حاله ممكن، هلا كل حالة مثلا كل مريض نحن نوصف له جرعة مختلفة حسب وزنه حسب عمره. وسطيا هو 4 شهور بيعطي نتيجة كتير منيحة، في مرضى لا بيضطروا أحيانا أنه يوقفوا شهرين ويرجعوا يكملوا بكورس تاني. طيب دكتورة، يعني هلا كمان في شيء جديد عم يطلع اللي هو استخدام الليزر مثل ما حضرتك قلتي لبعض علاج انواع اثار حب الشباب، ولكن للاسف في صبايا عم بيروحوا بعمر مبكر يعملوا جلسات تنظيف للبشرة مثلا، انه انا بشيل لك الحبوب، انا مثل ما بيقولوا بتخلص لك منها، وهي يمكن ما المفروض يتم التخلص منها، لازم تتم تتعالج بشكل طبعا معين، وبعدها بعمل لك جلسات ليزر او غيرها لحتى نروح الاثار، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا نحن الليزر اللي بنستخدمه لعلاج الندبات او اثار حب الشباب هو اشياء انواع الليزر، هو الفراكشنال ليزر اللي بيعمل تقشير عميق خلينا نقول بالبشره حتى ترجع تتجدد وتترمم ونتخلص نحن من هالندوب باشكالها يعني شو ما كانت، سطحيه وعميقه. هلا المريضه احيانا بتضطر تعمل اكثر من جلسه منه للليزر لحتى تلاقي نتيجه كثير واضحه.
هلا انه تنظيف البشره ممكن نحن بس انه يعمل لها شويه هيك تجديد نضاره، بس هي طبعا ما له اليه فعاله للعلاج. واكبر غلط انه هالبثرات هاي او هالحطاطات الحماميه اللي موجوده على الوجه انه نحن مثلا نعصرها نفتحها نطلع. بسألك كثير بيلعبوا فيهم، يعني بتلاقي لا اراديا مثلا الشاب او الصبيه اللي عندها حب يعصروها، بتلاقي فيه ايده طول الوقت على وشه عم يلعب فيها، بتلاقيه بيلعب. اكبر غلط. قد ايه بتاثر او بتعلم؟ يعني بنشوف الحبه في إيه لها ندبه، يعني طبعاً. اذا لعب بالحبه او بيعصرها او حط طول الوقت ايده على وشه بتاثر، بتعرضيها للالتهاب اكثر، بتعرضيها للتليف اكثر، للتلوث الجرثومي اكثر، وبتصير مؤهبه انه هي تترك لك علامات فرط تصبغ او نقص تصبغ او حتى سكارز يعني او حتى ندبه. اكبر غلط انه نحن يعني مثل الافات الموجوده هي نعصرها او نلعب فيها. يعني العلاج بالانتيبيوتيك او العلاج الدوائي شو ما كان، يعني بالمقشرات حتى الزيوان، ما بصير نحن انه هدول الافات نحن انه يدويا او حتى عند حدا نروح نعصرها. هلا صاروا بيعملوا لهم دعايات ضمن مراكز التجميل للاسف، يعني بيطلع لك هيك وهو مفتخر انه شوف قديش كان في مثلا حبوب ونحن ازلناها بطريقه معينه. هي كلها دعايات بالاخير، يعني انت على ارض الواقع ما بشوف ما بيلامس المريض هيدا الشيء، ما بيشوفه لانه مثل ما حكينا نحن الاليه المرضيه معقده، بتدخل فيها اكثر من عامل. فنحن حتى بالعلاج عندنا مشاركه بين انتيبيوتيك، بين ريتينول، بين فموي مثلا، او حتى العلاجات الفمويه او الموضعيه. نحن ما نتخلص من الاليه الالتهابيه الموجوده، احيانا بيكون عندنا مشكله هرمونيه بدنا نضبطها، احيانا بنعطي للمرضى موانع حمل حتى مثلا تقدر تستفيد، احيانا بنعطي مضادات اندروجينات. يعني في علاجات متكامله لحتى نخلص من هالحاله الالتهابيه الموجوده. طيب قديش بتساعد اذا بدنا نقول المعالجات الليزريه يعني البشره ممكن تلجأوا لها باي حال لمعالجه هي الندبات؟ يعني بنشوف كثير من الناس بتلجأ للليزر، بس بعتقد هيدا اخر خيار لما يتم معالجه المشكله الاساسيه. اي طبعا، هلا نحن بس تخلصنا من هالافات الموجوده الالتهابيه او من الحاله الالتهابيه الموجوده، وبطل المريض او المريضه يطلع له حب جديد، هون بقى كل شيء على بقيانه. فينا نحن نستخدم علاجات بدءا من الكريمات لحد مثلا فينا نحن نستخدم ميزو، ديرمابين، بي ار بي، بعدين المريض مثلا ما استفاد ممكن ننتقل لانواع مختلفه من الليزر، ومثل ما حكينا اللي هو الفراكشنال الاشعه استخداما لعلاج هي الافات، وبيعطي نتيجه كثير فعاله وعلى المدى البعيد تلاقي المريض او المريضه كثير نتيجه كثير منيحه وكثير فعاله وتحسنوا وتخلصوا من كل الاثار الموجوده. اكيد بدنا نشكرك دكتوره هلا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى الكل يكون استفاد اكيد من هالمعلومات. يسعد صباحكم. اكيد نشكرك دكتورتنا جميله على وجودك معنا، شكرا كثير.